كرة ياسين ربيع، ياسين ربيع يلعب المهدي النملي، ممتازة جدا. ممتازة جدا الكرة الماضية، ونحن نتحدث عن الهدف بمواصفات الكبار. يظهر مهدي النملي لوحده متحرر من أي رقابة، أفضل المدافعين يسجل هدف جميل وجميل جدا. مهدي النملي اللي مشاو كانت كيف تعامله مع الكرة الماضية يسجل الهدف، وصاحب الاسيست كان هو ياسين رامي. بعد نظر يحترم على ياسين رامي، ومهدي النملي يسجل الهدف الاول في هذه المباراة في الدقيقة 82. تصبح النتيجة 1-0، 1-0 هي نتيجة المباراة في الدقيقة 82. اولمبيك اسا فينال مراده، هو الذي بحث واجتهد كثيرا لتسجيل الهدف، وهو ينال مراده ويسجل الهدف الذي يعني الكثير للوسيس اليوم. مهدي النملي اكثر اللاعبين اجتهادا واكثر اللاعبين انخراطا في الادوار الهجوميه، وينجح في تسجيل هدف اول له في مباراه اليوم.